دعما للطاقات الشبابية أقيم مهرجان خطوة للفنون في بابل، وتضمن عروض فنية وثقافية ومسابقات بالشعر وتصميم الأزياء والحلاقة. وكان جميع المشتركين من الشباب قدموا إبداعهم وتجاربهم بمختلف المجالات. تعتبر هذه خطوة مهمة نحو إبراز مدينة بابل، هي مدينة حضارية تاريخية ومدينة مدنية تعكس الصورة الحضارية لهذه المدينة. نتمنى أن تستمر هكذا فعاليات، وأن تكون بابل دائما عاصمة العراق المدنية. تميز بتنوع الفعاليات والفنون من الشعر والرسم وفعاليات الأطفال، وأيضا هناك فعاليات جديدة داخل المحافظة هي فنون الكوافير والماكير والحلاقة. نتمنى أن لا تكون هي الخطوة الأخيرة، نتمنى أن تكون هناك خطوات أخرى. فكرة المهرجان تقوم على تنمية الفنون والحرف في كافة المجالات لخلق جيل مبدع مهتم بعمله، بدلا من انتظار معجزة التعيين الحكومي، وحتى يكون للقطاع الخاص نصيب ببناء الأجيال القادمة. راح يشجعون أيضا أن يشاركون ويبدعون أكثر وأكثر، أكيد راح يكون محفز لهم هذا المهرجان من كل محافظات العراق، ليس فقط يعني من بابل، من ضمنها انه شاركته هواي، يعني دلالة هالشيء انه شاركه هواي محافظات، فراح يكون هذا حافز انه بقية المحافظات الاخرى اللي ما شاركت اكيد راح تشارك على السنة القادمة ان شاء الله اذا تم اعادة هذا المهرجان بشكل تطويري اكثر. هاي المسابقات باعتبار كحملة اعلانية كترويج لعملنا، كدعم للحلاق، كدعم للشاب العراقي، وبخص قنواتكم يعني جاي تنقل هاي الرسائل الحلوة. شكرا لكم وممنونين. صناع هذا الكرنفال الحلي يعتبرون هذا المهرجان خطوة باتجاه الحياة والأمل والعمل. من مدينة الحلة، علي فليفل، الرشيد.